حدثنا حجاج قال حدثنا حماد وابن سلمة عندما يذكر يذكر في السند رجل ثم يذكر هو ابن فلان، يعني هناك أكثر من رجل لهم نفس التسمية، فحتى لا يذهب المستمع، وعنين كانوا ما شاء الله يحفظون الأسانيد حتى لا يذهب إلى الرجل الخطأ، مثلا قال لاحظ وبه إليه، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد، أنا أكثر من رجل اسمه حماد، فقال لك هو ابن سلمة، كلام البخاري، هو ابن سلمة. قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان يعني خادمان، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه وقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلني. لا عليكم لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا، ومنلاقي ناس يستبيحون دماء أهل القبلة، يعني كم هم بعيدون عن الإسلام، كم هم بعيدون عن منهج النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا وهب أحد الغلامين لسيدنا علي وقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا، وأعطى أبا ذر غلاما، يعني الغلام الآخر وهبه لمن؟ لأبي ذر، وقال استوصي به معروفا، يعني أحسن صحبته، فأعتقه له، وقال له استوصي به، يعني أوصاه به خيرا، فسيدنا أبو ذر كان من أزهد الناس في الدنيا، رحم الله أبا ذر، يعني يأتي وحده ويموت وحده ويبعث أمته وحده. بمجرد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام استوصي به خير قال فأعتقه في سبيل الله، في الوصية تقتضي أن يصبح حرا، فقال ما فعل؟ قال أمرتني أن استوصي به خيرا فأعتقته، يعني سأله شلون طلع هذا الخادم الغلام؟ قال أعتقته، أنت أوصيتني به خيرا وأنا أعتقته. الحديث حديث حسن أخرجه أحمد. وبه إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس له خادم، ما في مين يقوم بخدمته، فأخذ أبو طلحة بيدي، من المتكلم؟ راوي الحديث سيدنا أنس، طبعا لما أخذ بيده كان عمره 10 سنين، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. لاحظ غلام كيس، كلمة كيس يعني عربية، والكيس هو العاقل الظريف المتيقظ المنتبه، هلا بلادية بيقولوا يعني عطوه كيسة، يعني شغلة بيقول عنها كيسة، هي أصلا يعني فصيح، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. إذا سيدنا أبو طلحة يقول أنس أخذ بيدي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس، يعني ما شرحت لكم عاقل متيقظ منتبه مؤدب، وأيضا تطلق على الظريف كلمة كيس، نعم لبيب فليخدمك، يعني أرشحه بأن يكون خادما لك يقوم بحاجتك. قال فخدمته، من المتكلم؟ سيدنا أنس، فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة، يعني من لحظة قدومه إلى المدينة وأنا أقوم بخدمته صلى الله عليه وسلم، من أول قدومه إلى المدينة حتى توفي. الله يهنيك، خدم النبي عليه الصلاة والسلام من لحظة قدومه إلى المدينة حتى توفي. الآن الذي نريد أن ننتبه إليه ما قاله أنس بعد ذلك، قال ما قال لي عن شيء صنعته، لما صنعت ولا لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي بشيء لم أصنع
ألا صنعت هذا هكذا؟ يعني كان يعطيه أريحية، يعطيه مساحة من الحركة. الأولاد لا يمكن أن يكونوا نسخة عن الأب. يعني بعض الناس ده بعد عود اجلس هو يعني يحوله بصير هو ضابط بالمخابرات وهذا معتقل سجين عنده. لا، هذا يذهب الشخصية، يضعفها، يضيعها. فسيدنا أنس يعلمنا منهجا من مناهج التربية. أعطيه حرية، الولد ينبغي أن يأخذ مساحة، وجه وعلم، لكن ليس بطريقة الأمر والنهي. قال يعني 10 سنين، أكثر، 11 سنة بقيت النبي عليه الصلاة والسلام، بداية 11، ما قال لي عن شيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي لشيء لم أصنعه، ألا صنعت هذا هكذا. هذا بدي أعلق تعليق ونختم الدرس، لأنه جعلون من طوع أنا خلص الخمس دقائق. اللي بدنا نقوله كمان، مو بس النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه عالية، طبعا هذا مدح للنبي عليه الصلاة والسلام، منهج تربوي نتعلم منه، لكن أيضا سيدنا أنس لم يكن مشاكل سنة، لم يكن سيدا. ما قال له، نرجع لبداية الحديث، إن أنسا غلام كيس لبيب. أيضا سيدنا أنس ما كان يحيج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يغضب. هي ناحية أخرى، هي مدح في أنس، هو يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا من بين السطور نستطيع أن نقرأ هذا الأمر. هو كان على درجة من الفهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان على درجة من الأدب والتربية. يعني هو إذا وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعجبه هذا الأمر، هذا الكأس من الماء وضعه هنا، لقاه منسى من تطليعة من النظرة، فبإيمه من هون بحطه في المكان الذي فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يرغب به. فأيضا هذا الحديث فيه إشارة إلى مكانتي ومنزلتي وفهمي وأدبي وحصافة سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه. قال: حديث صحيح أخرجه المصنف في وصايا الصحيح وفي الديار ومسلم في الفضائل والترمذي في الشمائل.